التأكيد على موقف الجزائر الداعم لحق الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه، والدعوة إلى الوقوف مع مطالبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر توقيف بحق مجرمي حرب الإبادة الجماعية في فلسطين. تلك كانت أهم محاور المؤتمر 36 للاتحاد البرلماني العربي الذي تحتضنه الجزائر. إن الجزائر ثابتة في موقفها المبدأ الداعم والمناصر لحق الشعب الفلسطيني المشروع في نيل كامل حقوقه، وما زلنا على يقين بأن كل ما يحدث اليوم هو نتيجة تجاهل المجموعة الدولية لهذا الحق المشروع وممارسات الاحتلال الصهيوني الذي يتمتع بالدعم والحصانة من كل عقاب أو مساءلة. وإننا من خلال عضويتنا غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي لم ولن ندخر جهدا من أجل وضع الجميع أمام مسؤوليتهم الأخلاقية والقانونية تجاه قضية فلسطين وشعبها، والإلحاح على تطبيق قرارات الأمم المتحدة التي تكفل الحق للفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. أدعو لتكثيف أعمال الشؤون السياسية، ومن الضروري أن يقف اتحادنا وحكومات دولنا مع مطالبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر قبض بحق مجرمي حرب الإبادة الجماعية. المؤتمر كان مناسبة أشاد خلالها رؤساء البرلمانات والمجالس والوفود البرلمانية العربية بدور الجزائر الهام في دعم القضية الفلسطينية، والذي تجلى في القرار التاريخي للجمعية العامة للأمم المتحدة بدعم طلب فلسطين للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة. اسمحوا لي أن أحيي الدور الريادي لدولة الجزائر في قيادة المطالبة بمنح فلسطين العضوية الكاملة، واليوم الجزائر تمثل المجموعة العربية وتمثل ضمير الأمة العربية في مجلس الأمن، ولذلك نحن مطمئنون إن الجزائر تحمل الهم الفلسطيني في قلبها وعلى كتفيها، ونحن واثقون أن مثابرة وإصرار الجزائر للمطالبة بمنح فلسطين العضوية الكاملة ستنجح. ونحن في البلدان العربية إن شاء الله متأملين خير أن الجزائر في هذه الدورة 36 ستكون رائدة الدبلوماسية العربية في نيل الحقوق وفي إسماع الصوت إلى أعلى حد ممكن، أن نخدم قضيتنا الأساسية قضية فلسطين وقضية إخواننا في غزة الجريحة المحاصرة. المؤتمر 36 للاتحاد البرلماني العربي يندرج ضمن مساعي الجزائر في الدفاع عن القضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، إلى غاية إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.